النشرة الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. البداية من كأس آسيا، حيث خسرت سوريا قبل قليل أمام الأردن بهدفين في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية. موسى التعمري افتتح التسجيل للنشامة في الدقيقة 26 قبل أن يضاعف زميله طارق خطاب النتيجة قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول. بهذه النتيجة حصدت الأردن العلامة الكاملة من مواجهتين لتتربع على صدارة المجموعة بست نقاط، فيما سوريا فقد لا تزال في المركز الثالث مؤقتا وقد تتذيل المجموعة، ذلك رهن نتيجة فلسطين وأستراليا غدا. وللاطلاع على مزيد من الأجواء المحيطة بهذا اللقاء معنا رئيس القسم الرياضي للميادين سليم عواضة عبر الهاتف من العين الإماراتية. مرحبا سليم، أسألك عن الأجواء التي أحاطت المباراة وتبعاتها على المستويين الفني وترتيب المجموعة وحظوظ المنتخبين بعد انتهاء الجولة الثانية للمجموعة. مرحبا محمد لك ولجميع المشاهدين. سأدخل مباشرة في صلب سؤالك حول الأجواء. الأجواء كانت مثالية بل أكثر من مثالية على أرض الملعب، في المدرجات، في كل مكان يحيط بملعب المباراة استاد خليفة في مدينة العين. الجمهور من الطرفين كان يتوافد ويتزايد بشكل واضح مع تقدم دقائق المباراة، إلى أن امتلأت المدرجات عن ذكرى أبيها بالكامل، وكان التشجيع رائعا وحضاريا على أرض الملعب. لو اطلعنا على تشكيلتي المنتخبين نلاحظ بأن المدرب الألماني لمنتخب سوريا شتانجي أجرى تغييرات أدى على تشكيلته. على سبيل المثال للحسب طبعا إشراك مرديك مرديكيان المحترف في الأردن أساسيا، ومعه محمد عثمان. بينما في المقابل بدأ المنتخب مدرب المنتخب الأردني بورك المانس مرتاحا جدا للتشكيلة التي خاضت المباراة الأولى وفازت على أستراليا، وبطبيعة الحال لم يجري أي تعديل على تشكيلته. بدأ من اللحظة الأولى أن المنتخب الأردني يعي ماذا يريد من المباراة، بينما المنتخب السوري مجرد مجموعة من اللاعبين موجودين على أرض الملعب متحمسين جدا لتعويض ما فاتهم من المباراة الأولى، ولكن بخطة غير مدروسة، بلعب عشوائي، باعتماد على نجومية بعض اللاعبين. وهنا استوقفني تصريح المدرب شتانجي بعد المباراة. أنا خرجت من المؤتمر الصحفي لكي نعطي هذه الرسالة. عندما سأله أحد الصحفيين ما هي مشكلة المنتخب السوري ولماذا كان هناك فارقا كبيرا بين أدائه في التصفيات والآن، قال له التصفيات جرت منذ سنتين وقد انتهت، من الجيد وجود لاعبين كعمر السومة وعمر خريدين في فريق في المنتخب السوري، ولكن هذا لا يكفي لكي يستمر الأداء على ما كان عليه. المنتخب السوري بحاجة إلى نهضة شاملة، لاعبيه ليسوا بأعمار صغيرة ويجب التجديد في المنتخب. ورغم كل ذلك فقد قال المدرب شتانجي أنه لا يزال لديه الأمل، سيلعب للفوز في المباراة المقبلة مع أستراليا. هنا بالنسبة للحظوظ التي سألت عنها محمد، نورد أن بالطبع بات واضحا أن المنتخب الأردني بات أول المتأهلين وقد ضمن صدارة المجموعة الثانية. في المقابل المنتخب السوري، وبغض النظر عن نتيجة المنتخب الأردني غدا مع فلسطين، المنتخب السوري في حال فاز في مباراته الأخيرة على أستراليا فهو سيكون في المركز الثاني على الأرجح، إذ ينتظر أن نرى كيف ستلعب النتائج. يعني المنتخب السوري مما في النهاية لا يزال لديه أمل في التأهل. يعني احنا لا يسعنا إلا أن نتمنى أن تتمثل هذه المجموعة في دورة 16 بمنتخباتها العربية الثلاث. رئيس القسم الرياضي في الميادين سليم عواضة، كنت معنا من العين الإماراتية عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. منتخب البحرين بات مهددا بالخروج من كأس آسيا من الباب الضيق بعد السقوط أمام تايلاند بهدف. مهمة البحرين تعقدت كثيرا بتراجعها إلى المركز الثالث بنقطة واحدة بالتساوي مع الإمارات، لتتقدم تايلاند إلى المركز الثاني بثلاث نقاط. في حال تعادل الإمارات أو فوزها على الهند، حينها ستتذيل البحرين ترتيب المجموعة الأولى على أن تواجه الهند في ختام الدور الأول بعد 4 أيام. Thank you.
المباراة الثالثة الأخيرة لهذا اليوم ستكون بين صاحبة الضيافة الإمارات والهند بعد دقائق معدودة بعد التعادل بهدف لمثله مع البحرين. افتتاحا يأمل المنتخب الإماراتي المضيف الفوز أمام الهند المتواضعة ضمن المجموعة الأولى. أصحاب الضيافة يأملون رفع غلتهم إلى 4 نقاط وتخطي الهند في الترتيب بعد فوزها المفاجئ على تايلاند. الجماهير الهندية تتواجد بشكل كبير لمواكبة المنتخب بعد قليل. الجالية الهندية من الأكبر في الإمارات العربية المتحدة وتدفقت بأعداد كبيرة إلى ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى. جماهير المتوافدة أكدت على دعمها الكبير للمنتخب سيما بعد اكتساحها منتخب تايلاند برباعية في المباراة الأولى. وإذن قبل دقائق على انطلاق المباراة بين الإمارات والهند أصبح ترتيب المجموعة الأولى على النحو التالي: الهند في المركز الأول ب3 نقاط من مباراة واحدة تتساوى مع ملاحقتها تايلاند التي تتخلى بفارق الأهداف، فيما الإمارات تحتل الترتيب الثالث بنقطة واحدة وكذلك الحال للبحرين في المركز الرابع. وعشية اللقاء كان الاتحاد الدولي لكرة القدم كرر دعوته السلطات التايلاندية لإطلاق سراح اللاعب البحريني السابق حكيم العريبي وتمكينه من العودة إلى أستراليا. فيفا طالب التايلانديين بعدم الانصياع لطلب البحرين بتسليم العريبي المطلوب بدعاوى سياسية. وكان سلطات الهجرة التايلاندية أوقفت العريبي الذي يتمتع بوضع لاجئ في أستراليا بعد وصوله إلى بانكوك لقضاء إجازة مع زوجته قبل نحو 3 أشهر. ومن المقرر أن تصدر محكمة تايلاندية الأسبوع المقبل حكمها بشأن طلب تسليم ابن 25 عاما لاعب نادي باسكو فالي مالبون. في مشهد مؤسف وطريف في آن معا اندهست سيارة إسعاف لاعبا مصابا على قدمه في مباراة ترينيداد وفلامينغو في كأس ساو باولو للشباب في البرازيل. السائق لم ينتبه لفعلته وسط تألم اللاعب المصاب أساسا بظهره. ومن حسن الحظ أن اللاعب عاد ليكمل اللعب بعد ذلك من دون أن يشتكي من أي ألم في قدمه. على بعد 25 كيلومترا شمال الغردقة في مصر وفي أعماق قلب سلسلة جبال البحر الأسود، طرق وعرة وجبال عالية ومناظر خلابة اكتشفها مغامرون وباتت مقصدا للسياح. ودبلي والرياضة السياحية في التقرير التالي. واحنا جايين في العربية للفالي كنا بنتكلم ان الله شكلها مش مصر، وبعدين اكتشفنا لا هي مصر قوي، هو بس احنا اللي متعودين نشوف حتة سنسرد من مصر، المباني الطويلة وآخرنا النيل اللي مش بنشوفه قوي أصلاً. على بعد 25 كيلومتراً شمال الغردقة في مصر وفي أعماق قلب سلسلة جبال البحر الأحمر، طرقات وعرة وجبال عالية ومناظر خلابة. في وادي بيلي يلتقي سكان مدينة الجونة السياحية مجموعة جونا ماونتن جوتس وينطلقون لرحلة اكتشاف أودية وآثار تسحر الناظرين. مجموعة أسسها مغامر هولندي ومجموعة سكان محليين من البدو العباضة تسعى إلى تنظيم رحلات للفضوليين لاكتشاف المناظر الطبيعية المصرية. كنت أعيش في الجونة لمدة 11 عاما، بدأت باكتشاف طرقي قبل 5 سنوات، شجعت أصدقائي على الانضمام إلي بداية، وفي النهاية بدأ السياح بالمشاركة في الرحلات وأصبح نادياً للمشي لمسافات طويلة لسكان المدينة. بعد يوم طويل من المشي في الجبال الوعرة يقف المغامرون لمراقبة غروب الشمس من قمة الجبل. ينتهي اليوم فيجلسون حول الموقد مع البدو المحليين، يشربون القهوة ويستمتعون بطعمها العربي الأصيل. حول المنتجعات الفاخرة في الجونة وفي منطقة وادي بيلي يقطن نحو 90 شخصا من قبيلة العبابدة يتعاونون مع سكان الجونة والشركات السياحية. هو مناظر دي المفروض تكتشف، بس ما فيش حد مكتشفها او مفيش حد فاضي يكتشفها او هم مش حابين يكتشفوها. احنا الحاجة دي انا المكان ده انا اتولدت فيه، وتاني حاجة يعني حبيت ان شغلي يبقى هواية ما يبقاش شغل، يعني لو كنت هشتغل كنت هكره الشغل. لأكثر من 40 عاما ظل البدو حول الموقد في وادي بيلي وحيدين، إلى أن أضاء نور القمر عتمة الجبال وأرشد المغامرين إلى مسارات طبيعية وسلاسل جبلية
فاجتمعوا مع السكان الأصليين على أرض واحدة. ريال مدريد يتخطى أحزان الدوري الإسباني ويضع قدما في ربع نهائي كأس الملك بفوزه على ضيفه ليغانيس. الملكي تخطى ضيفه بثلاثية في ذهاب دور 16. القائد سيرخيو راموس افتتح التسجيل من علامات الجزاء وضاعف نتيجة لوكاس فاسكيز وأنهى المسلسل التهديفي فينيسيوس جونيور. على أن تحسم بطاقة العبور إلى ربع النهائي في 16 من الشهر الحالي على ملعب ليغانيس. تشابي هرنانديز سيصبح جاهزا لتسلم الجهاز الفني لاي ناد في الدوري الاسباني ابتداء من الموسم المقبل. اسطوره برشلونه السابق سيخضع لاخر الاختبارات في الاتحاد ب 23 من نيسان ابريل المقبل. مستوى الشهاده يخولها الاشراف على انديه الدرجه الاولى بما فيها برشلونه، علما انه اعترف في غير مناسبه بانه يحلم بالعوده الى برشا مدربا. تعثر مفاوضات تجديد عقد ماورو إيكاردي مع إنتر ميلانو يعطي جرعة معنوية لقطبي الدوري الإسباني للتوقيع معه. وكيلة النجم الأرجنتيني أكدت لصحيفة آس الإسبانية أن إيكاردي قد لا يجدد عقده في ظل تهافت كبار الأندية الأوروبية لا سيما إسبانيا وإنجلترا. مهاجم إنتر يحصل على 3,200,000 يورو سنويا، في حين يطالب برفع راتبه إلى 8 ملايين. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية في نشرتنا المفصلة. نشكر لكم حسن المتابعة. بأمان الله.